كل واحد ناجح بحياته متعلم إشي من حدا تاني. صرت كل إشي ب2014 وصلت تحت الصفر. الشركات إجالهم دخل فوق 9.5 مليون. إذا بدك تشتغل مع حدا كبير زي الحكومة الأمريكية بدك لما تحكي لهم أنا بنفذ، أنت تنفذ وتنفذ بقوة. أنا قوتي صناعة أمريكا، ما بدي إشي من الصين. أسهل شيء بالدنيا أن الواحد يستسلم. اليوم راح نلتقي برجل أعمال عربي حيث بدأ من الصفر ليصبح مؤسس لعدة شركات بتصنع المعدات الطبية المعتمدة من الحكومة الأمريكية في أمريكا. تعرفنا حالك. أنا اسمي سليم مسلم من بيرزيت فلسطين، رجل أعمال عايش بأمريكا. حالياً أنا عندي شركة استثمار عقارات، عندي شركة تصنع أجهزة طبية اسمها Excite Medical، تصنع ماكينة اسمها DRX 9000. برضو عندي شركة اسمها US Orthotics اللي هي تصنع أجهزة طبية زي مشدات للظهر، مشد للركب وشيء زي هيك. وفي برضو Excite Swag، شركة Promotional Company بتسوي أشياء زي البلايز. عندنا ترخيص زي نايكي وأري باور، أي شيء بدكم توزعوه تحطوا اسمكم عليه. وبرضو عندي شركات جداد لساتني بستنى بالمعدة توصلني، واحدة اسمها Tampa Fab، بنجيب الحديد من شركة الحديد ونصنعها للماكينات زي DRX 9000. وبرضو في Tampa PCB اللي هي راح تصنع Circuit Boards اللي هي الآلات الكهربائية اللي بتكون جوات الكمبيوتر وشيء زي هيك. وين احنا رايحين هلا؟ US Orthotics و Excite Swag شركتين لإلي، واحدة بتصنع أجهزة طبية وشركة تانية بتسوي Promotional Material، أشياء زي بلايز وأشياء زي هيك. US Orthotics شركة بتصنع ومنبيع للجيش الأمريكي، للمستشفى الجيش الأمريكي. وبرضه بنصنع لشركات تانية، مثلا في شركات بتصنع هي أنت بتشوف الماركة والبوكس عليها مكتوب عليها اسم من أمريكا، مكتوب عليها Made in USA وتحت اسم الشركة، بس هاي الشركة ما بتصنع، تبعت لشركات زي شركتي هون المصنع. فلما بيجوا الطلبيات عنا بيجوا من فوق، بنزلوا هون على الكمبيوتر بحط الاوردرز هون. اذا الاشي جاهز بنشحنه، بس اذا مش جاهز علينا نجهزه. زي هون في كلسات طبية بنصنعها، فهون بتعطي القياسات ونوع القماش. هون بنجيب كل اشي، فالبلاستيك والقماش والاشياء زي هيك اللي شايفينه هون. فهون بنبدأ نقصقص الشقر، مثلا زي هاي بنصنعها لشركة، فبنجيب البلاستيك بنقصها في هذا القالب اللي بنحط فيه البلاستيك. بنشوف كل الشركات بنصنع لهم هون كل القوالب، بعد ما نقصها بدنا نحطها بالكباسة، فبحط القالب عليها وهيك بتنقص، بعدين بدنا نخبزها. هلا بعد ما نقصهم راح نخبزهم عشان نضطر البلاستيك. حكيت لي انه صرت تسمع كتب صوتية. انا لي فترة تقريبا 3 سنين بروح على اشي اسمه ماستر مايند، اللي هدول بكونوا مثلا ناس ناجحين وبيجتمعوا مع بعض وبيشاركوا مع بعض بالافكار. السنة اللي فاتت قابلت نيك فوجيتشيتش، هذا الزلم اللي ما عندوش لا ايدين ولا اجرين، فكانت فرصة حياة انه اقدر اقعد معاه تقريبا نص ساعة انا وياه ونتكلم. بعدين لاحظت انه كل واحد ناجح بحياته متعلم اشي من حدا تاني. قررت انه بدي أسير أقرأ الكتب اللي مشجعة هذه الناس. فبدأت بشهر 8 تقريبا خلصت 15 كتاب، والسنة هاي بستة شهر صرت مخلص كمان 25 كتاب. يعني آخر كتاب قرأته لهيلين كيلر، هذه مرة لا بتسمع ولا بتشوف، ومش بس تعلمت كيف تحكي وبرضه تعلمت ألماني وتعلمت فرنسي كمان وتخرجت جامعة. بس العجبني فيها أكتر شيء إنه حكت عن معلمة اسمها ميس سوليفان. هذه صدمتني، في حدا بحياتها فات وتحط براسها بدي أعلم هالبنت لغة، بدي أعلمها تحكي. أنا بعد 40 قررت أرجع الجامعة، فأنا حالياً في جونز هوبكنز، راح أخلص كمان 9 أشهر في ماسترز إن هيلث كير سيستمز إنجينيرينج اللي هي بسموه يعني هندسة الطب. هيلين كيلر، حدا ساعدها؟ هل أنت من الناس اللي بتساعد؟ أنا بحب أساعد كتير. عشان حدا يساعدك أنت لازم تقبل المساعدة. يعني هي مظبوط حدا ساعد هيلين كيلر، قوتها انه قررت براسها انها راح تتعلم. هذه اكبر نقطة، انه الواحد لو ايش ما يصير بحياته لازم يكون جاهز يساعد حاله. اذا الواحد ما بفهم كيف يصرف المصاري وزتيت عليه مصاري كتير، هاي مش راح تحل مشكلته.
هلا بدهم يقصوا قماش. هون في طريقتين بنقص فيها، في واحدة بنقص فيها على الماكينة وواحد بنقص فيها على الإيد. احنا هون بنصنع فوق ال 200 شغلة طبية لشركتنا، وغير هيك بنصنع فوق ال 150 شغلة لشركات تانية. كل اشي بنصنعه بالعمارة هاي إلها مكونات. هذه فكرة العطلة أنا، إنه حزام نحطه على صباح المريض، فعشان الحزام يكون مريح شوي رسمت على ورقة الرسمة هاي، فبعتناها للشركة وبتسوي لنا الحديد هاد، فسوت لنا شقفتين مع بعض. شايفين هاي ماضية كتير، يعني هاي تقدر توصل لك بندورة فيها. فهيك بتنحط على قماش بتكبسها بتطلع كل هدول الحبات بثواني. فمثلا هذه الماكينة، يعني أي حزام أي إشي بده تقطيع بنجيب الرولات زي هيك بنحطها بالماكينة، والماكينة بتقطع زي ما منها. أشياء بتشوفوها مثلا بالأجهزة وأشياء زي مثلا الحديد، فبيجوا أشكال وألوان. هذا الأوردر بحكي لك إنه لازم هوك اند لوب، هذا القماش بلزق ببعض. الويبنج زي ما شفت بإيدي، الدي رينج شقفة الحديد، واللوب والبلاستيك. فهيك لما بتطبخ طبخة بدك المكونات، هي المكونات لإيش ما بدك. هل الشخص قادر انه ينجح في الوطن العربي زي ما الشخص بينجح في امريكا؟ وبكل صراحة الواحد يوصل المرحلة اللي انا قدرت اوصلها هون بامريكا صعب كتير واحد يسويها بريت امريكا. ليش؟ لانه هون في امريكا في اشياء بتخلي الواحد يشتغل ويوصل مراحل خيالية. هلا اذا انا لساتني بالبلاد في طرق الواحد ينجح فيها، بس توصل للمرحلة اللي انت وصلها هون بامريكا صعب كتير، مش بس بالبلاد العربية، صعب كتير اي محل بريت امريكا. واكون صريح معكم، المانيوفاكتشرينج اللي انا فيه، يعني الصناعة اللي انا فيها هون، حتى برضه صعب تسويها بولايات تانية جوات امريكا. يعني فلوريدا بالذات وتكساس معروفين انهم كتير بيساعدوا الشركات تلاقي فرص اكبر كتير. عنا تحت منجهز كل المكونات، بعد ما نخلصهم منطلعهم لفوق منجيبهم للطباخين، وكل واحد بطبخ لك طبخة. فمثلا هون رح نصنع الحزام هذا الطبي، كل طبروير بيطلع فوق فيه الورقة كل المكونات عشان نتأكد انه كل اشي طالع حرفيا. هلأ هون قبل ما ينزل تحت بنمحي الخطوط اللي حطيناهم بالإيد عليهم، وبعدين بنسوي شوي تنظيف قبل ما نشحن الشحنة برا. عندنا quality control، لو ايش ما يسووا فوق بالخياطة لازم نشيك كل اشي كمان مرة. زي هون بدنا نقص الشقفة هاي عنها، قد ما واحد يكون شاطر فوق بكون مرات ناسي زي هيك شوي نتفت خيط. هذا الفرق بينه وبين الصين، انه هون منشيك كل اشي فيها. طب احنا ممكن هاي البضائع نجيبها من الصين جزء باسعار اقل ولا لا؟ تقدر تجيب نفس الحزام اللي انا بصنعه بنص السعر من الصين. فليس نشتري منها، اولا في كونتراكتس زي بالجيش الامريكي بحكي انه معلش يدفعوا دبل عشان ياخذوا منها، بس هذا ما بكفي. في سبب اكبر، لانه في كتير شركات انا بصنع لها وهي بتقدر تصنع برا. هذه الشركات عندها اهم شيء ايش؟ الكواليتي. واهم شيء احنا لما نحكي لهم بنوصلكم اياها ب 30 يوم نوصلها ب 30 يوم. الصين بس شيء واحد بهمهم مصاري، احنا هون بهمنا العلاقات اكثر، فهذه بتخلي الناس تدفع بزياده. قبلنا لكل انسان ناجح اكيد في صعوبات. اسهل شيء بالدنيا انه الواحد يستسلم. الواحد ما بعرف من وين البوكسات بيجوا بصراحة، فالواحد لازم يكون عنده أول إشي حلم ومركز على حلمه. يعني أنا بنظري الحلم هون والواقع هون، وبالحياة لازم الواحد يمشي من الواقع لحلمه وما ينزل حلمه للواقع. أنا بصراحة ما كانت أمنية حياتي إنه أكون رجل أعمال. أنا كنت مفكر إنه رح أشتغل بشركات قبل ما أصير رئيس شركة عند حدا تاني، بس صار عندي ظروف. انطردت من شغلي ب 2007، فلما انطردت من شغلي اجت لي فكرة انه افتح شركتي، شركة توزيع مواكن طبية. فلما اجت لي هذه الفكرة كنت عزابي ما كان عندي اولاد، ولما طلعوني من شركتي من الشركة حسيت انه الواحد مش مستقدر معي، بحسش معي. انه هيني انا تخرجت جامعة، كنت التوب عندهم، كنت مخلص لإلهم انهم كيف يتخلوا عني. فلما طلعوني قلت بدي أجرب أسوي الشغلة لحالي. هيك بدأت. هلأ كل إشي بنصنعه هون already approved by Medicare، يعني الـ government تدفع حقه. عنا على الويب سايت بتلاقوا كل إشي. مثلاً هاي إلها billing code L0456. إيش المعنى؟ المعنى إنه شركتي هاي US Orthotics وبرضه شركتي التانية، الشركتين مسجلهم مع الـ FDA بأمريكا، مع الـ government. غير التسجيل عندي شهادة لكل حزام منسويه. هذه الشهادة بتخلي الدكتور يقدر يبعته للتأمين عشان التأمين تدفع.
يعني تفوت بس عشان تأخذ مصاري أو تفوت بس عشان تربح ما بنفع. إذا بدك تشتغل مع حدا كبير زي الحكومة الأمريكية بدك لما تحكي لهم أنا بنفذ أنت تنفذ وتنفذ بقوة. أنا قوتي صناعة أمريكا، ما بدي إشي من الصين، هذه اللي بحطوها حوالي الرقبة بعد العملية. فبرضو لما الواحد يشوف الكواليتي تبعنا هون هذه أمريكا، هذه فرق كبير بين الصين اللي راح تشتري، مع أنه هذه الحبة كلها منبيعها مثلا ب$8 أو $10 يعني إشي خفيف، بيقولوا لك بنشتري لك هداك بدولارين. ففي كتير ناس لسه بدهم الكواليتي ما بدهم بس الكوانتيتي. هلأ هون هاي منسوي للركب بس هذه لحدا ضخم كبير طبعا، بس إشي زي هيك already approved من الميديكير وعنا كود لإله وبتدفع عليه يعني مصاري منيح الحكومة. طب انتو بس بتبيعوا للحكومة ما بتبيعوا أونلاين؟ منبيع أونلاين، منبيع للكل، بس احنا منحب نبيع بالجملة. احنا اذا حدا بيرن علينا بده يشتري اهله سهلة، بس هذا مش البزنس مارو تبعنا، ما منحكي لحدا لا. حاليا 100% من شغلنا مع شركات تانية، يا منصنع للشركات يا منبيع للحكومة يا منبيع لعيادات. يعني انت كنت تشتغل في شيء الان صرت تصنع المواد الخام، بالمستقبل وين شايف حالك؟ حاليا الي 19 سنة بمجال الطب ولقيت في نقص كبير فيه، انه كل الشركات اللي بتصنع مواكن طبية كبار كتير كتير كتير، والشركات الصغار مش عمالهم بتطوروا. فالإشي اللي انا لقيت إلي فرصة فيه انه انا مخترع، يعني انا بتطلع على مواكن طبية وبطلع بفكرة انه كيف اطورها او كيف اضبطها او كيف اطلع ماكينة جديدة. المستقبل انه بدي اطلع بمواكن طبية تخلي الناس تخفف الأدوية، تتجنب عن العمليات. صرنا مقدمين لتقريباً 12 باتنت. الحلو إنه أنا عندي كل القدرة إنه أصنع إيش ما بدي، إيش ما بنخترع إحنا بنصنعها بدينا. هنا شركة Excite Swag، it's a promotional company. يعني أي إشي بدك تحط اسمك عليه زي بلوزة أو أواعي، إذا بتروح على ExciteSwag.com تقدر تشوفوا فيه أشياء كتير، بقدر تسوي كوبايات، اي اشي بدك اسمك عليه. عندي وكالة نايكي وعندي وكالة كتير ماركات زي ادي باور نايكي واشياء زي هيك. احنا منجيب البلايز وبعدين منخيط ايش اللوجو تبعتك عليه زي هيك. عندي هدول الماكينات، هدول تويوتا، هدول بس للتطريز لوجوز او اسامي او اشياء زي هيك. نصيحتك للشباب اللي بيجوا على البلد قبل ما يجي ايش لازم يكون يفكر وبس يجي شو لازم يسوي؟ اي شاب جاي على امريكا لازم يفهم انه امريكا صعبة وما بترحم، واللف والدور ما بنفع، انت لازم تركز على حالك. يعني اول اشي لازم تتعلم الانجليزي، تتعلمها بقوة. ثانيا لازم تخلص جامعة. 2023 صارت لينكدين السي في تبعتكم، فلازم تركزوا عليها، لازم تاخدوا صورة بروفيشنال، لازم تركزوا على الشهادات والسيرتيفيكيشنز والتعليم. اول اشي اذا بدك تفوت بمجال لاقي حدا ناجح كتير فيه وروح اشتغل عنده. انا المجال انا فيه كنت اشتغل بالشركة ناجحة فيها، فالواحد لازم لاقي حدا ناجح وروح يتعلم منه ويشتغل عنده ويشتغل من قلبه وما يطمع منه يكون مبسوط له. ولازم الواحد ما يستحي من فشله. مرات الناس بالبلاد لما يفشل بيستحي، بيصير بدوش يطلع وجهه. الناجحين كلهم بأمريكا كلهم فاشلين، مرة بحياتهم فاشلين، بس الواحد لازم ينسى الماضي. طبعا هون يا اخوان مقر شركة اللي هي إكسايت ميديكال، بتصنع أجهزة علاج الديسك وموضوع علاج الفقرات. طبعا هون موجودة في فلوريدا قريبة على خليج المكسيك، من أجمل المواقع اللي ممكن تشوفوها. هون بنصنع الماكينة لعلاج الديسك اللي هي DRX 9000، موجودة بكل ولاية بأمريكا وفي 45 أكثر من 45 بلد بريت أمريكا. فهي ماكينة بتعالج الديسك بطريقة طبيعية بدون أدوية وبدون جراحة، وبنصنعها كل إشي هون بالمصنع هاد. إذا الواحد بده ينجح بأمريكا عليه يحافظ على المحاسبة، كتير 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 المحاسبة مهمة، إنه الواحد يعرف وين المصاري رايحة. لأنه إذا بدك تروح تأخذ كرت من بنك، بدك حدا يستثمر بشركتك أو بدك تبيع شركتك، ما تلف الدور بالمصريات وتحكي كل إشي على الكاش، هذا ما بنفع. لازم كل نقلة الواحد يعرف وين رايحة. أكثر وقت كنت فيه زي ما بيحكوا طفران ما كاش ولا قرش، قديش كان معك؟ وأكثر وقت بعز عطائك قديش كان ثروتك؟ هلأ أول ما أجينا على أمريكا ما كان معانا ولا إشي، يعني ما كنتش حتى أقدر أسأل أهلي يشتروا لأي إشي عشان ما كان عندنا مصاري. بعدين اشتغلت ووصلت مراحل وصرت أطلع. 2006 طلعت فوق $250,000 بسنة واحدة، وبعدين فتحت شركتي وصرت وهيك بعد ما طردوني من شغلي طبعا. بعدين خسرت كل إشي ب 2014، ما وصلتش الصفر، وصلت
تحت الصفر، يعني مش بس كل إشي خسرته برضو تدينت مصاري. والآن الحمد لله السنة اللي فاتت الشركات إجالهم دخل فوق 9.5 مليون. فحتى لما وانت نازل، حتى لو الكل حواليك يقول لك إيش ما يقول لك، أنت لازم تضلك مركز على حلمك. الوقت التعيس بيجي بروح، بس الحلم ولا واحد بقدر يوقفك منه. كيف ممكن يتواصلوا معكم؟ إذا واحد عنده ديسك أو بعالج ناس عنده ديسك، please check out drx9000.com وبتتعلموا عن Excite Medical من هذه اللينك. وبرضه تقدر تتواصلوا معي على لينكدين، بس تحطوا سليم مسلم. وبرضه إذا دكتور أعطاك حزام طبي أو أنت بتتاجر بأحزمة طبية، go to usorthotics.com. وإذا أنت عندك شركة أو بدك أشياء زي بلايز أو تحط اسمك على أي إشي promotional material، please visit excite-swag.com. كل هاي المواقع راح تلاقوها في الديسكريبشن، شيكوها ولا تنسوا تضيفوا الأستاذ سليم على لينكدإن، راح يفيدكم كثير بكثير مواضيع، فتواصلوا معه ولا تنسوا تكتبونا أراءكم في التعليقات. ولهون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم يا أخوان، لا تنسوا تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب، وادعموني على إنستغرام بنزل عليه يومياتي. انتهت حلقتنا لليوم، وشو بنحكي يا سليم؟ سلام.